طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي يا دكاتره في الاوبتيمال كرانيال الترا ساوند تكنيك والاناتومي. يعني بنتكلم لو انت مشيت بالسيستم اللي احنا هنقوله دلوقتي ده، انت كده اوبتيمال سكان، يعني انت عملت اوبتيمال سكاننج للكرانيال، مفيش حاجه فاتتك ان شاء الله. يعني دي نقطه. النقطه الثانيه هنتكلم برضو عشان الناس اللي اوريدي عندها خلفيه في الكرانيال، هنتكلم اهميه كل ليفل او كل بلين في اللي هيطلع في الصوره، اهميته ايه، هنحتاجه في ايه بعد كده، مع مراعاه طبعا الاناتومي ونجيب الفيوهات دي ازاي وهكذا. تمام كده؟ طيب بنقول دلوقتي سريعا كده، يعني طبعا اصحابنا ودكاترتنا في الاطفال الحاجات دي طبعا بالنسبه لهم، بس احنا بنقول يعني بتوع الاشعه الغلابه اللي زي حالاتنا احنا، بتوع سونار ودوبلر وايكو وسي تي وام ار والكلام ده، كل المصطلحات دي محتاجين نفهمها برضه عشان يبقى فيه يعني ايه زي ما بنقول كده لغه حوار مشتركه يعني. فبنقول كده اكستريملي بري تيرم، يعني ايه؟ يعني الواد ده اتولد كعمر رحمي او جستيشنال ايج قبل 25 اسبوع او عند 25 اسبوع، خلاص؟ طيب فيري بري تيرم يعني قبل 32 اسبوع قبل ما يبدا التام. مودريتلي بري تيرم 32 ل 84 34، ده اللي هو في الثاني في الثامن. ليت او نير بري تيرم اللي هو قبل ال 37 اسبوع، اللي هو خلاص قرب يقفل في نص التاسع يعني. فول تيرم بعد 37 اسبوع، عشان بس يبقى ايه لغه التفاهم مشتركه. طب هتسال انت الدكتور اشعه اهوت وداخل تعمل سونار في حضانه، كويس؟ بتقول ايه؟ بتقول للدكتور يا باشا هو كام يا باشا، ترم بري تيرم ولا فول تيرم؟ بري تيرم كام؟ يفتح التذكره كده، اه ده بري تيرم 28 اسبوع، ده بري تيرم 34، ده بري تيرم، ده فول تيرم يا باشا يعني عدى 37 اسبوع. فدي برضو محتاجينها، لان هنحتاجها في البري ماتيوريتي في محاضره التشيك ليست اللي هي بتاعت الجايد لاينز اللي هم ال 10 نقط اللي لازم اتجاوب عليهم يعني. تمام؟ سريعا كده، ده شكل سريع كده يعني مش محتاج حاجه خالص. واضح ان البرين ده اكيد مختلف عن البرين ده، ايه اللي واضح كده؟ البرين تحس ان هو ممسوح كده، يعني تحس ان مفيش صلصاي ولا جيراي ولا الدنيا، يعني البرين ابيض خالص. اما ده لا، الدنيا واضحه جدا، جيراي صلصاي جيراي، في يعني سلكيشن وجيريشن، والدنيا حلوه جدا زي ما احنا شايفين اهوت وهكذا. طبعا ما بين المرحلتين دولت اكيد في مراحل تانية، يعني اقدر اقول لك ان الطفل ده فول تيرم يعني عدى 38 اسبوع ببعض المشاهد وحاجات شبه كده بندرس فيها بعدين. الطفل ده اكستريم بري تيرم يعني ده 25 اسبوع يعني ما يزيدش عن كده وهكذا. ما بين المرحلتين دولت اتقسم برضو في الجايد لاينز والماتيوريتي بتاع البرين، قال لك من 25 ل 27 بيكون كذا، من 27 ل 30 في كذا، من 30 في علامات معينه كده ندور عليها. فانت لو جالك الطفل ده وقال لك ان الجستيشنال ايدج بتاعه يا باشا 35 اسبوع، يبقى ده وش كده ديليت برين ماتيوريتي. الطفل ده اي يو جي ار يعني هتلاقيه نازل سفروت صغير كده اقل من كيلو والدنيا بايظه معاه خالص وهكذا. فاحنا هنتعامل بالاكستريم خلاص، وكده كده في التكنيك هنعرض الاكستريم بري تيرم والفول تيرم، ماشي؟ ما بينهم بقى يبقى فيها كلام تاني بقى، الناس اللي هي عايزه يعني تمخمخ كده ونشرب الشاي ونقعد ندردش مع بعض وهكذا. تمام كده؟ وطبعا مع كل حاجه لها رسمه برضه عشان نبقى متخيلين الايه الشكل عامل ازاي. من الحاجات الجميله في الكرينال الترا ساوند، ودي اللي مسهله الدنيا خالص، ان انت عندك اربع فتحات، وفي بعض الاقوال الخمسه بقى اللي هو اللي خمس فتحات، في فتحه خمسه كده اوكسيبيتال. بس خلينا في الكومن اس كومن، انتيرو فونتانيل طبعا ده 90% من الشغل بيكون عليها. البوستيرو فونتانيل ده في العيال بريتر مات واللي هم الفونتانيلز فاتحه، معظم الاطفال بتكون قفلت فبيكون صعب من خلالها. التمبرال ويندو ده مهم جدا جدا عشان نجيب منه الام سي اي ميدل سيريبرال ارتري، هو معمول تقريبا عشان دي. والماستويد فونتانيل ده معمول عشان البوستيرور فوسا، نشوف بقى البرين ستيم، نشوف السيريبيلا، نشوف السيريبيلر فيرمس، نشوف السيسترنا ماجنا، نشوف الفورس فينتريكل، نشوف البوستيرور سيريبيلر ارتري، حاجات كده ايه ظريفه هنتكلم فيها. طيب الاكوستيك ويندوز ديت او الفتحات اللي بنبص من خلالها على البرين، عندنا انتيرو فونتانيل احنا بنقف بوضعين كورونال وساجيتال، هنقول الحاجات دي كلها بالتفصيل. البوستيرور فونتانيل كورونال وساجيتال، التمبورال هو اكزيال بس، اكزيال سوبيريور وانفيريور هنتكلم فيه، والماستويد فونتانيل ده كورونال واكزيال، بس الكورونال هو الاساس. خلاص كده؟ انا اتخيل بقى دلوقتي الطفل نايم اهوت، انا البروب بتاعه سواء، انا مش هتكلم في انواع بروبات ولا اي حاجه دلوقتي خالص، هنتكلم الفيوهات تبقى عامله ازاي، ماشي؟ ده البروب اهوت زي ما احنا شايفين، ده الوضع ده كورونال اللي احنا عارفينه خدناه في الاناتومي في سنه اولى. فانا بقف كده شبه كاني بقف بالعرض كده، كورونال دي معناها كورونال، فالبروب بيتحرك لقدام وورا، فكل ما بيتحرك لورا كده بيجيب فيوهات، كل ما بيجي كده بيجيب كده. فانا بتعامل بالري اللي بتطلع بالالترا ساوند ويفز اللي بتطلع. فما اقول لك هات في البلين نمبر 1، يعني انا عايز الويف بتاع الالترا ساوند تيجي في اول ليفل، ما
مش حركتك فوق، لا حركه ايدك دي مش محتاجه خالص، انا محتاج توجيه الالترا ساوند ويفز في الحته اللي احنا بندور عليه. تمام كده؟ طيب الساجيتال زي ما احنا كنا بنقسم الجسم نصين كده، فبتحرك ميديال ولاترال كده عشان اجيب الميد ساجيتال والباراساجيتال والحاجات دي كلها، ماشي؟ ويهمني جدا زي ما اتفقنا الويف هي رايحه فين، الويف رايحه في الميد لاين يبقى ده ميد ساجيتال، رايحه في الباراساجيتال يبقى ده رايحه باراساجيتال وهكذا. تمام؟ دي كده سريعا كده بشكل سريع. البوستيرو فونتانيل نفس الفكره، كورونا شبه الانتيرو فونتانيل بالظبط، انا كنت واقف هنا كورونا بتحرك انتيرو بوستيرو، هي نفس الفكره بالظبط، وكذلك برضو السيشن دي هنحتاجها في الاكستريم، في الحالات اللي هي اكستريم بري تيرم والفونتانيل فاتحه. تمام كده؟ تمام. التمبورال ويندو ده بقول لكم يا دكاتره، التمبورال ويندو ده اصلا احنا في الكبار بنستخدمه اساسا في الناس الكبيره الاولد ايج اللي في العنايه المركزه اللي ما بتعرفش تنزل تعمل مقطعيه، اخترعوا دلوقتي حاجه عن طريق التمبورال ويندو بنقيس فيه الميدل سيريبرال ارتري وبنشوف ضغط البرين عامل ايه كبديل شويه، نشوف هل الراجل ده عنده هيموريدج وفي برين بريشر عالي ولا الدنيا كويسه. فالتمبورال ويندو ده في غايه الاهميه، ده معمول اساسا على الميدل سيريبرال ارتري وشويه حاجات تانية هنقول عليها، بس الاساسي هو الميدل سيريبرال ارتري. الماستويد فونتانيل، عارفين الماستويد ده بقى ورا الودن كده على طول، بحط البروب كده ورا الودن على طول وبنبدا نحرك برضو انتيريور بوستيريور شبه لما كنت واقف كورونال كده فوق، هقف كورونال كده تحت واتحرك لقدام ورا، بقى في كورونال انتيريور وكورونال بوستيريور. الاكزيال ده كومبلمنتري، ده حاجه تكميليه كده عشان نشوف برضو الفيرمس اخباره ايه والحاجات دي كلها كتكميليه، بس الاساسي هو ده الكورونال. تمام كده؟ اوكي، نبدا بقى نتكلم في الانتيريور فونتانيل ويندو. احنا عندنا كورونال زي ما اتفقنا وعندنا ساجيتال زي ما اتفقنا، كويس؟ انا بتحرك من قدام لورا، ويهمني زي ما اتفقنا قدام يعني ايه، يعني الويف جاي قدام. اتحرك لورا يعني ايه؟ يعني الويف جاي لورا، خلاص كده. يبقى مش ما تفرقش معاك حركه ايدك بقدر ما تفرق معاك اللي هو الويف رايحه فين. تمام كده؟ طيب احنا دلوقتي في الانتيريو فونتانيل اخترعوا كده عالميا برضو ان احنا عندنا 6 فيوز او 6 بلينز. احنا بقى ان شاء الله في الدرس ده هنتعلم ازاي هنبقى كل بلين من البلينز ديت لها لاند مارك ادور عليها وشويه حاجات تانية حواليه. السكند ليفل ده في لاند مارك ادور عليها وحاجات تانية حواليه، والثيرد والفورس. واخترعنا برضو ان كل ليفل من الليفلات ديت لها اسم، يبقى عندك لاند مارك وعندك لها اسم. لما اقول لك بلين نمبر 1 يعني ايه؟ يعني دي فرونتال لوبس. بلين نمبر 2 يعني ايه؟ يعني الفرونتال هورن وفلاتر فنتريكل. سيرد يعني ايه؟ يعني سيرد فنتريكل سيرد فنتريكل. فورس يعني ايه؟ يعني بدايه البودي. 5 يعني ايه؟ يعني ترايجون. 6 يعني ايه؟ كده. تمام كده؟ وهنعرف كل فيو شكله عامل ازاي واللاند مارك بتاعته واهميه كل حاجه كلينيكالي كده، واحنا شغالين باي ذا واي هنقولها يعني بسرعه يعني. تمام كده؟ اول حاجه خالص، اول ليفل خالص في الامام كده اللي هو الايه؟ الفرونتال لوب. ايه الفرونتال لوب ده؟ انا زي ما قلنا ده اول ليفل، ليفل واحد كده انتيرو ذا موست انتيرو. انا ما يهمنيش انا حاطط ايدي فين، يهمني الويف الالترا ساوند ويف خبطت في ايه. فلو جينا بصينا كده، انت طبعا انتيرو فونتانيل خبطت في الفرونتال لوب، ده الفرونتال لوب العادي. بعد كده خبطت في السكال، وتحت السكال في الايز، بس كده. وعندك في الحته دي نواف كورونال، فهيجي لك رايت فرونتال لوب وليفت فرونتال لوب وما بينهم الانتر هيمسفيريك فيشن. فانا عندي اللاند مارك دلوقتي اللي هي ايه؟ اسمها ايه؟ فرونتال لوبس. اما اجي اقول لك يا باشا هات لي اول ليفل اسمه ايه؟ فرونتال لوبس. وحاجات ثانيه حواليها هنقولها باي ذا واي وهنحفظها مع بعض، مش هتحتاج تنساها خالص ان شاء الله يعني. تمام كده؟ يبقى اول ليفل اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه فرونتال لوبس، ليفل نمبر 1 في الكورونال. ايه اللي موجود؟ فرونتال لوبس. ايه الحاجات التانية؟ عندك بقى انتر هيمسفيريك فيشر، عندك سوبيريو سيريكال ساينس، عندك الاي، عندك السكال، هنقولها دلوقتي. مع كل ليفل هنعرض فيه البري تيرم والفول تيرم. فمثلا ده شكله كده بري تيرم، عيل 25 اسبوع بري تيرم. ودي الرسمه بتاعته. هنتخيل بقى دلوقتي، ايه ده يا دكتور؟ ادي الويف خبطت في الحته دي، يبقى ديت فرونتال لوب رايت ودي فرونتال لوب ليفت. وايه اللي في النص ده؟ انتر هيمسفيريك فيشر. خلاص؟ وايه اللي فوق ده؟ سوبيريو ساجيتال ساينس. وايه دي؟ ده السكال عادي سكال بيس. وايه اللي تحت ده؟ ده الاي اي جروب. بس كده. بس انا اللاند مارك اللي انا عايز اجيبها ايه؟ اللي هي ديت اللي هو الفرونتال لوبس. تمام كده؟ تمام. هنرجعها تاني بقى على الرسمه، اكتب معاك كده اول ليفل اسمه ايه وارسم الرسمه دي لو تقدر، يعني عايزك تكون ايه متفاعل كده معايا. يبقى اول ليفل اهوت قلنا ده الفرونتال لوب، يبقى دي اول حاجه ادور عليها. طب اهميه الفرونتال لوب ده في ايه؟ هتجي لك بقى يا باشا حالات الليكو ماليشيا، هتلاقي بيضه قوي، هتلاقي البياض ده قد بياض السكال، فتعرف كده ان ده بريفنتريكولار وايت ماتر ليكو ماليشيا جريد 1. بدا يحصل فيها سيستات، اوبا لا ده السيستات دي وصلت او سيستس يعني وصلت للكورتكس، يبقى احنا كده بنتكلم في جريد عالي من ليكو ماليشيا وهكذا. فالفيو ده لازم تتعلم تجيبه كويس جدا جدا، ماشي؟ نكمل بقى الرسمه.
انتر هيمسفيريك فيشر، عندك سكول، عندك اوربت، عندك سوبيريور سيريستال ساينس وهكذا. نتكلم بقى في عيل فول تيرم اللي هو السلكيشن والجيريشن والدنيا جميله، ده 40 اسبوع يعني، اللي هو الدماغ مستوي يعني فول ماتيوري. نفس الكلام هنقول برضو ايه ده، ده وايت ماتر اللي هو الرايت فرونتال لوب، ليفت فرونتال لوب، انتر هيمسفيريك فيشر، وفوقها سوبيريور سيريستال ساينس، وتحتك السكول، وتحتك الاي جلوب. موضوع فيري سنسيتيف وبسيط جدا جدا يعني. نقولها تاني، ادي فرونتال لوبس، انتر هيمسفيريك فيشر، سكول، تان تان، الكلام اللي احنا قلناه من شويه، نفس الكلام ماشي. تعال نشوف بقى بشكل ايه، نقارن بقى الاثنين عشان برضو ده احنا دي الحالات الاكستريم يا دكاتره. الاكستريم يعني ايه؟ يعني ده فرونتال لوب في عيل بريتر اللي هو ده بريتر، وده عيل فول تيرم. خلاص كده تمام. تعال نشوف بقى الشكل هيبقى عامل ازاي. شايفين الاطفال الجميله بتاع بريطانيا دي؟ شايفين كل ده؟ هو طبعا الصعوبه احيانا بقى صعب لو الفونتانيل ضيقه والعيال فول تيرم قوي، فانا عايز اجيب الشكل ده الفرونتال لوب، ممكن احرك رايت وليفت عشان اجيب. ماشي، هي دي الفكره كلها. تمام كده. طيب يبقى كده خلصنا اول ليفل خالص اللي هو ايه، الفرونتال لوبس. فرونتال لوبس نبدا نرجع بالويف ورا شويه كده، الالترا ساوند ويف هنرجعها ورا كده قبل كده قدام كده، هنبدا نرجع ورا شويه. ايه اللاند مارك عندي دلوقتي؟ اللي هي الفرونتال هورن اوف لاترال فينتريكلز، فرونتال هورن اوف لاترال، وشويه حاجات تانية حواليه هنشرحها وخلاص عشان ما ايه يعني نقولها على الرسمه عشان بس ما نتلخبطش. طيب نشوف كده، ده عيل شكله بريتر صح كده، نمشيها كده من فوق لتحت. بس اللاند مارك اللي عندي يا دكاتره زي ما موجود في الرسمه كده، ده هو ده اللي انا عايزه، ده الفرونتال هورن اوف، بدا يظهر في الليفل اللي بعده على طول، فرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل، اول اجزاء من اجزاء اللاترال فينتريكل اللي هو الفرونتال هورن. الليفل ده في غايه الاهميه دكاتره، ده اللي بيحصل فيه الهيموريدجات، ده اللي بيحصل فيه الفينتريكول ميجالي بدايته، ده اللي بيحصل فيه برضو جيرمان ماتريكس هيموريدج، بيحصل فيه الانتيكولوستريت فاسكولوباس، حاجات كتيره جدا جدا. الليفل ده يعني بص ده بنسميه بوينت اوف كير كده لشغل النيونيتال الترا ساوند كرينيالي. طيب يبقى ده عندي اول حاجه الفرونتال لوب ماشي، او فرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل، ادي فرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل خلاص. طيب ايه تاني تحتها؟ تحتها الكوديت، الكوديت لوب، الكوديت بتاع البيزل جانجلي خلاص، وتحتها ايه؟ بقيه البيزل جانجلي عادي جدا. يبقى ده الكوديت نيوكليوس وده بقيه البيزل جانجلي خلاص. نطلع نبص فوق هنلاقي ايه؟ هنلاقي فيه ده الكارباس كالوزم، انا كاني واخد كرون الكارباس كالوزم، وده برده مهم جدا عشان حالات الكارباس كالوزم اجينيسيس ماشي. ادي الكارباس كالوزم، اطلع فوق ادي عندك انتر هيمسفيرك فيشر عادي جدا. ايه اللي موجود ده برده مكمل؟ السوبيرو سيجيتال ساينس. يبقى ناخدها كده من فوق لتحت تاني، سوبيرو سيجيتال ساينس، انتر هيمسفيرك فيشر، كارباس كالوزم، بدايه الفرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل، تحتك الكوديت نيوكلاس، تحتك بقيه البيزل جانجليا وهكذا ماشي. نكمل برده. طب ايه اللي موجود ده؟ ده برده تكمله الفرونتال لوبس رايت وليفت عادي جدا. طيب الواد ده طفل بريترم، ايه اللي موجود ده يا دكتور؟ ده بدايه السيلفيان فيشر، واضح ان هو شاله جدا، شاله او بوكس شيبد، ده من علامات ان لسه الطفل مش ماتيور. طب ايه اللي تحت ده؟ تمبورال لوبس، تمبورال لوب وهكذا ماشي. نشوفها تاني على الرسمه كده ببساطه، انتر هيمسفيريك فيشر، فرونتال هورن، تحتها الكوديت نيوكلاس زي ما اتفقنا، كارباس كالوزم فوقك، بيزل جانجليا، تمبورال لوب رايت وليفت، والسكال طبعا اللي هي البيضه. احيانا هيقابلك في الحته ديت سواء يبقى بوكس شيبد كده يعني او لونجيتيودنال كده، ديت مكان حاجه اسمها الكيفم سبتم باليوسيدم، ده مهم جدا نلاقيها في الاطفال اللي هو بوكس شيب، ده مش السيرد فينتريكل، لسه ما وصلتش السيرد فينتريكل دلوقتي، ده الكيفم سبتم باليوسيدم ماشي. طيب نكمل برضو اللي هو الفرونتال لوب، ونكمل سيلفان فيشر اللي هو لسه شاله، والسوبيرو سيجيتال ساينس. تمام كده اتفقنا. يبقى احنا اللاند مارك عندك ايه؟ نمسح الكلام الظريف ده كله، اللاند مارك دلوقتي يا دكتور اللي هو ايه؟ اللي هو الفرونتال هورن، الفرونتال هورن. الليفل ده في غايه الاهميه بقى في البايومتري، هنقولها سريعه كده برضو عشان الناس اللي بتشتغل تبقى تعرف بتقيس ايه. عندك اول حاجه انتيرو هورن ويدث بحاجه عمودي كده على الايه المسار، دي معاك لحد 3 مللي. حاجه اسمها فينتريكولار اندكس، اسف فينتريكولار انتيرو هورن ويدث، فينتريكولار اندكس اسف، بيكون من اللاترال سايد كده لحد الانتر هيمسفيريك فيشر، ودي معاك لحد 14 مللي خلاص. طيب المكان ده مهم جدا جدا، بدايه ظهور الجيرمان ماتريكس هيموريج بيكون حاجه اسمها سابق بندايمال في الحته دي كده. الطبيعي بص على الول، الول لو لقيته مش ايكوجينيك وحلو زي ده كده تعرف ان مفيش هيموريج، لقيته بقى ابيض خالص تعرف ان دي بدايه الهيموريج وهكذا. فالموضوع ده الليفل ده في غايه الاهميه.
بدايه بنشوف برضه في انتريكو ميجا بنلاقي انتيرو هورن ويتس ده بدا يوسع عن 3 مللي، فده انديكيت ان بدا هيبدا يحصل هيدروكيفالوس، دي بدايه او الارمنج ساين هيبدا يحصل وهكذا. ماشي، يبقى كده ده الليفل رقم 2 اللي هو اسمه ايه، فرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل. ماشي، نخش على الفول تيرم شويه، السلكيشن والجيريشن الدنيا واضحه، هنبقى نفس الكلام بالظبط. ايه اللاند مارك دلوقتي؟ دي ايه دي؟ ده الفرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل. وايه دي؟ فرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل. ماشي ماشي، نبدا بقى نشوف الحاجات الثانيه. ده في ما بينهم ايه؟ البوكس شيبد ده اللي هو الكيفا بسبتم بليوسيدم. ايه اللي فوقه ده؟ ده الكارباس كالوزم. ايه ده؟ الانتر هيمسفيريك فيشر. ايه ده؟ سوبيرو ساجيتال ساينس. ايه ده؟ رايت فرونتال لوب وليفت فرونتال لوب. ايه ده؟ الكوديت نيوكليوس. كوديت نيوكليوس. ايه اللي تحته ده؟ بقيه البيزل جانجليا. تمام. ايه اللي تحت ده؟ التمبورال لوب. تمبورال لوب. ايه ده يا دكتور؟ ده اللي هو يا باشا السيلفيان فيشر. شايفينه بقى عامل ازاي؟ بقى متفرع كده، ودي من علامات الماتيوريتي. سيلفيان فيشر، سيلفيان فيشر، وهكذا. ماشي، الموضوع بسيط جدا جدا. المكان ده برضو مكان الهيموريدج وهكذا. طب حد لاحظ فرق كده يا دكاتره ما بين العيل اللي فات ده، ما بين الانتيريور هورن، ده عيل بيري تيرم 25 اسبوع وده فول تيرم 40 اسبوع. حد ملاحظ فرق الفنتريكل عامل ازاي؟ من الواضح كده ان العيل البيري تيرم بيبقى يكون فيه برومننت فنتريكولار سيستم او برومننت فنتريكلز، بس طبعا تحت المظله اللي هي ال 3 مللي زي ما اتفقنا، ومقاسات طبعا الفنتريكل هنتكلم عنها في اللقطات الثانيه. اما الطفل كل ما بيكبر كل ما بيبقى سليت لايك كده، الميه بتقل شويه يعني، بس السيل موجوده، انما لو ما لقيتش ميه خالص موجوده تعرف ان دي كولابسد. برضو من اهميه الوضع ده يا دكاتره ان انت عايز تشوف الواد عنده برين اديما ولا ما عندوش برين اديما. لو لقيت ميه في الفنتريكل يبقى لسه مفيش حاجه ضغط على الفنتريكل. انما لو لقيتها كولابسد او سليت لايك اللي هو انت شايف ميه، دي معناها ان كده بدا يحصل سليت لايت فينتريكلز، دي علامه من علامات البرين اديما او ماركت برين اديما، ان خلاص كل حاجه كولابسد والميه بقت في الانترستيشن في البرين وضغطت على الفنتريكولار سيستم. فده يعني فيو في غايه الاهميه، ده البوينت اوف كير. ماشي، طبعا ده الفول تيرم وهكذا. نراجع برضه بسرعه، كارباسكال لوزم، كيفم ستامبليوس قدام، كوليت نيوكلاس، بيزال جانجليا، تمبرال لوب، سيلفيان فيشر، سكال، الكلام ده كله. ونقارن ده عيل بري تيرم وده عيل فول تيرم. ماشي، اتفقنا كده؟ تمام. شوف بقى العيال الاجانب اللذيذه، هو ده الليفل اللي كان بعد الفرونتال لوب على طول. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ جميله ازاي؟ هو ده لو جينا وقفنا الفيديو كده سريعا عشان برضه نتخيل. ثواني هنقوله كده بسرعه، اهو دي بدايه الايه؟ الليفل رقم 2 اللي هو اللي اسمه الفرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل، اهو زي ما احنا شايفين كده. وكارباس كالوزم وانتر هيمسفيريك فيشر وسوبر ساجيتال ساينس وكوديت نيوكلاس وبيزل جنجليا. الحاجات الظريفه دي اتمنى انك انت ترسم معايا الحاجات دي، ارسمها كده لو انت معاك ورقه وقلم، ارسم الدياجرامات اللي احنا بنحطها دي. يبقى اللاند مارك عندك الفرونتال لوبس اوف ايه؟ الفرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل. ماشي، ونكمل برضو الفيو عشان اتخيل. وادي البروب الجميل والعال الظريف الهادي، سبحان الله العال دي بتبقى هاديه ارزاق يعني. تمام كده؟ ماشي. ده ممكن اجيبه باللينير بروب، الليفل ده اللي بقول لكم عليه اهوت، الليفل رقم 2. ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي يا دكاتره؟ تخيلوا بقى، ده الفرونتال لوب اهوت او الفرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل، وده فرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل. حد ملاحظ حاجه كده؟ اوه ده مش كرويد بليكسس خالص، عمره ما يوصل الليفل ده، كرويد بليكسس تحت في السيرد فينتريكل. اما الليفل بتاع الفرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل لو لقيت حته ايكوجينيك كده يبقى تعرف ده يا باشا بدايه الجيرمان ماتريكس هيموج. ولاحظ كده حتى الوول بقى ايكوجينيك، تحس ان هو ايكوجينيك عكس الفيوات اللي كنا جايبينها من شويه. لا، يبقى ده مكان جيرمان ماتريكس هيموج جريد 1. تمام يا دكتور احمد، تمام. ماشي، الحاجه الثانيه برضو في شويه مايلد برين اديما، حاجه اسمها برودند كورتيكال ريم ساين. كل الكلام ده ان شاء الله نقوله في الباثولوجي في وقتها باذن الله، بس خلينا نراجع الاناتوم ونجيب الفيوهات ازاي وندور على الباثولوجي فين. كارباس كالوزم موجود، انتر هيمسفيريك فيشر موجود، ممكن تحط كلر دوبلر على السوبر سيجيتال ساينس، مس رومبوز، ده هنا في هيموريدج تسجلها عندك. هنبص على البيزل جنجليا لو في اي باثولوجي موجود، لا ما فيش، يبقى الدنيا كده تمام. اتفقنا؟ توكلنا على الله. اوكي، خلصنا اول ليفل اللي كان اسمه ايه؟ قول في سرك، فرونتال لوبس. الليفل الثاني فرونتال هورن. الليفل الثالث سيرد سيرد، ليفل 3 3 اللي هو بدايه ظهور السيرد فينتريكل والفورامين اوف مونورون. اهميه الفيو ده ان انت بتشوف هل الفنتريكل اوميجالي وصل للسيرد فينتريكل ولا لا. الحاجه الثانيه، هل الفورامين اوف مونورون مقفوله ولا لا. حاجات كده كتيره لو عرفت التفاصيل بتاعتها فعلا هتفرق معانا كتير جدا جدا. وكمان الكلام الجديد بقى كمان يا دكاتره في حالات المينيجر انكفالايتس، انا ممكن استخدم الدوبلر ستادي عشان اشوف الفلو بتاع السي اس اف التربت
رايح فين وجاي منين والكلام ده كله، حاجات في منتهى الجمال ان شاء الله نبقى نتكلم عنها بعدين فيما بعد ان شاء الله. فعندك دلوقتي السيرد فينتريكل والكوريو بليكسس وفورم اوف مرور وحاجات تانية نقول عليها دلوقتي. يلا بينا نشوف الولد الجميل البري تيرم الظريف ده. نبدا تاني برضو عشان نمشي سيستماتيك واللاند مارك عندي. اول حاجه ده اللي هو الايه، فرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل، بس بدا يظهر كده حاجه كده سليت لايك كده فيرتيكال وفي حاجه بيضه فيها كده ماشي، وده الفرونتال هورن الثاني اهوت موجود. يبقى كده بدايه ظهور الايه السيرد فينتريكل. تقريبا نفس الحاجات شبهيه يعني فرونتال لوبس انتر هيمسفيريك فيشر كارباس كالوزم بدايه السيرد فينتريكل مع الكرويد بلكسس، ودي الفورة من اوف مونورو بتبقى في الحته دي. هنشوفها طبعا فيوات احسن من دي بعد شويه. ونفس الكلام ايه يا باشا، عندك ده كوديت نيوكلاس عادي، كوديت نيوكلاس جميل، بقيه البيزل جانجليا، بقيه البيزل جانجليا، تيمبورال لوب، تيمبورال لوب، سيلفيان فيشر كده بوكس شيبد كده لسه ده بريماتيور بوكس شيبد برضه، ده فرونتال لوب، فرونتال لوب، كاربس كالوزم، سوبريور سيجيتال ساينس، كل الحاجات هتتكرر تاني بس بدا حاجات تانيه تظهر. فدي السيرد سير زي ما اتفقنا. خلاص كده نرجعها تاني بسرعه، كان طفل 25 اسبوع زي ما اتفقنا، فرونتال لوبس انتر هيمسفيريك فيشر كارباس كالوزم، فرونتال هورن، كوديت نيوكلياس، كيفم ستم بليوسيدم، وتحتها الكرويد بليكسس بتاع السيرد والسيرد فينتريكل والسيلفيان فيشر والتمبورال لوب والكلام اللي هو الظريف ده ماشي. نيجي العيل شويه فول تيرم، نفس الكلام، نفس الكلام ما اتغيرش. الطفل ده لو حد لاحظ كده الواد ده عنده ايكوجينيس زياده في الايه، في الوول كده بتاع الانتيرور هورن صح، يبقى الواد ده كان عنده هيمورج وبيرزولف. طيب نرجع تاني بالراحه كده نشوف، هو طبعا هتلاقي الدنيا سيت لايك خالص زي ما اتفقنا، العيال فول تيرم بيكون السي اس اف الفنتريكل اقل شويه من العيال بري تيرم تمام كده. طيب نبص كده، ادي عندي الفرونتال هورن اوف لاترال فنتريكل، فرونتال هورن اوف لاترال فنتريكل، وتحس ان في حاجه كده نازله كده ايه، كان ناس سيت لايك كده في المنطقه دي. هنشوفها تاني بالراحه زي ما باين على الرسمه كده يا دكاتره، يعني تحس ان في حاجه كده ايه موجوده في الحته دي. هوريها لكم في ريال تايم بعد شويه. تلاحظوا اهوت ادي الشكل اهوت، الشكل اهوت ادي تمام وطالع كده، وادي الانتيرور هورن الثانيه وهكذا. ونفس الداتا اللي قلناها من شويه، ادي الفرونتال هورن، ده كوديت نيوكليوس، البازل جانجليا، الكلام اللي قلناه من شويه كله تمام كده. دكتور عبد الله بيسال في الهيمورجي ليه هايبو كويك، هنجاوب على الحاجات دي كلها دكتور ان شاء الله في وقتها، بس خلينا دلوقتي فوكس يا دكاتره على الاناتومي ماشي. نراجع تاني، انتر هيمسفيريك فيشر من فوق، فرونتال لوب زي ما احنا، كارباس كالوزم، كيفم سوتم بليوسدم، سيرد فينتريكل بدات تظهر، بيزل جانجليا، تيمبورال لوب، تيمبورال لوب، سيلفيان فيشر وهكذا، سيلفيان فيشر، كوديت نيوكليوس وهكذا ماشي. نفس الكلام اللي قلناه من شويه، وده البري تيرم وده الفورم تيرم. لو تلاحظوا الفنتريكلز بروميننت، انما لو لقيت سليت لايت فنتريكل فعال بري تيرم تعرف ان الواد ده دخل في برين اديما وش ماشي. اما الفول تيرم لازم اشوف كده شويه ميه موجودين، لو ما لقيتهمش يبقى برضه في اسكيميا وش او 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 يعني يعني اسكيميا او او اديما يعني تمام كده. تعال نشوف العيال الظريفه دي وهكذا. ها حد لاحظها؟ حد ملاحظ؟ تجيب الليفل الثاني والليفل الثالث، الليفل الثاني والليفل الثالث، الليفل الثاني والليفل الثالث تمام. هنجيبها بالراحة برضو دلوقتي عشان نتخيل. طيب هنتخيلها كده بالراحة، ده الليفل التاني صح كده؟ هنكمل نرجع بالبروب لورا. شايفين انت علامة اللي هي بتاعت زهرة اللوتس ديت اللي هي بتاع الفراعنة، نفس الفكرة بالظبط كده. ايه اللي موجود دلوقتي؟ لو تلاحظوا ادي الفرونتال لوب، فرونتال هورن، فرونتال هورن، وده الكاربس كرويد بلكسس اسف بتاع السيرد فينتريكل، وده بداية السيرد فينتريكل اهي، شايفين اللقطة دي، وده الفورامين اوف مونرو وده الفورامين اوف مونرو وهكذا ماشي. هي الشكل ده شكل زهره اللوتس دي، لو جبتها يبقى انت كده الدنيا تمام قوي. خلاص كده الليفل الثالث، الليفل الثاني هي طبعا هي فاين تاتش بين الليفل الثاني والليفل الثالث، فاين تاتش بتقلب انت في الحته دي، والحته دي برده مكان مهم جدا للهيموريدج جيرمان ماتريكس هيموريدج كويس. توكلنا. يبقى كده خلصنا ثلاث ليفلات، اول ليفل كان اسمه ايه؟ سامعك بتقول فرونتال لوب، الليفل الثاني فرونتال هورن، الليفل الثالث سيرد فينتريكل. طيب نقولهم ثاني، فرونتال لوب، فرونتال لوب، ده فرونتال هورن، فرونتال هورن، سيرد تمام كده؟ نبدا نخش بقى على البوستيرور بارت بتاع الايه؟ البرين اللي هو البادي اوف ذا لاترال فينتريكل. وحاجات ثانيه كتير قوي. بس اللي يهمنا في القصه دي كلها حاجتين مهمين جدا، اول حاجه اللي هي البادي اوف ذا لاترال فينتريكل وهنقول اللاند مارك بتاعتها دلوقتي، وورا بنشوف السيربيلوم.
يبقى انت لو شفت السيريبيلا مرة انت كده في الليفل رقم 4 اللي هو البادي اوف ذا لاترال فينتريكل، خلاص. وهكذا. تعالوا بقى نشوف الدنيا عامله ازاي في عيل بريترم ظريف كده. ايه اللاند مارك عندك دلوقتي؟ هتلاقي حاجه شبه الانتيرير هورن كده او الفرونتال هورن اوف لاترال فينتريكل، بس بدايه ظهور ايه؟ كرويد بلكسس. والكرويد بلكسس بتكون جوه الفينتريكل كده. انا كده بدايه ظهور البادي اوف ذا لاترال فينتريكل، لان البادي هو اللي بيكون فيه الكرويد بلكسس، خلاص تمام كده. لو جينا بصينا ورا هنلاقي ايه دلوقتي يا دكتور؟ هنلاقي ايه؟ السيريبيلم الجميله اهوت، رايت هيمسفير وسيربيلر هيمسفير وليفت سيربيلر هيمسفير وانتر هيمسفيريك، او اسف اللي هو السيربيلر فيرمس، تمام كده. واللي ورا هتلاقي بقى كيفم ستم بليوس، ده اقدر اقيس من خلاله لو في كيفم لو في ميجا سيسترنا ماجنا، اسف ميجا سيسترنا ماجنا ولا لا، دي سيسترنا ماجنا وهكذا. يبقى انا اللاند مارك عندك دلوقتي حاجه شبه الفرونتال هورن، بس بدا يخش جواها كرويد بلكسس، بدا يخش جواها كرويد بلكسس، ماشي كده. اوكي، وتعال نشوف بقى بقيه الحاجات. احنا كده خلصنا الفرونتال لوب لحد ثلاث ليفلات، بقى كده برايتال لوب، كده برايتال وبقى كده برايتال، وبرده سوبيريور سيجيتال سانس مكمل معانا، انتر هيمسفيريك فيشر مكمل معانا، كارباس كالوزم مكمل معانا، برده بقيه البيزل جانجليا مكمله معانا. وهنا بدايه ظهور الايه؟ الثلاماي. ده الثلاماس يمين والثلاماس شمال، واللاترال شويه بيكون البيزل جانجليا يمين وشمال. وده برده ايه؟ سيلفيان فيشر برده بتاعنا، سيلفيان فيشر برده بتاعنا. وايه ده؟ تمبورال هورن، تمبورال هورن، كويس. وهكذا. وورا عندك السيريبيلم بكل اجزائه اهوت. الليفل ده مهم جدا برضو، اقدر اشوف من خلاله لو في سيريبيلر هيموريدج ولا لا، او هيموراجيك انفاركشن او الحاجات دي كلها، ماشي. يبقى انا عندك اللاند مارك عشان اكون في الليفل بتاع البادي اللي هو ايه؟ اللي هو الكرويد بلكسس في شكل حاجه شبه الفرونتال هورن كده، بس بدايه ظهور الكرويد بلكسس مع ورا بيكون فيه السيريبيلم، ورا بيكون فيه السيريبيلم، اتفقنا؟ بريتال لوب زي ما اتفقنا كده. اول ثلاث ليفلات كانوا فرونتال، بعد كده هيبدا بيخش في الليفلات الثانيه اللي هو البريتال. الكارباس كالوزم مكمل معانا، ده البادي ليه؟ عشان بدا يظهر فيه كرويد بلكسس. وده كده مستطن بليوزنا مكمل معانا، كوديت نيوكلاس مكمل معانا، الثلاماي في نفس المكان ده كده اللي احنا قلنا عليه كده. ولاترال ليه بيكون البيزال جانجليا، ده بدايه الميد برين او ميزينكيفالون قدام على طول الفيرمس، والسيربيلر فيرمس زي ما احنا شايفين، والهيمسفير، والتمبرال هورن والتمبرال لوب وهكذا، ماشي. اتفقنا يا دكاتره؟ هي دي الفكره كلها. يبقى انت عندك اللاند مارك ايه يا دكتور؟ الكرويد بلكسس اللي بدا يظهر في البادي، وورا بيكون في السيريبيلم، وشويه الحاجات الظريفه اللي قلناها دي، تمام كده. تعالوا بقى نشوف في عيل فول ترم 40 اسبوع صلصي وغيري، حاجه محترمه جدا يعني. هنشوفها برده تاني. ايه اللي ظاهر دلوقتي؟ بدايه كرويد بلكسس في البادي. طبعا ده عنده هيموريدج طبعا، يعني ده مش طبيعي في الكرويد بلكسس، بس عامه ده مكان البادي. وعندك ورا بيكون في السيربيلا، مو شويه الحاجات اللي راجعها بقى، كارباس كالوزم، انترميسفيريك فيشر، برايتال لوب، برايتال لوب، سوبريوس ساجيتال ساينس، سلاماي، سلاماي، بازل جانجليا، بازل جانجليا، سيلفيان فيشر، سيلفيان فيشر، وعندك تيمبورال لوب، تيمبورال لوب، تيمبورال هورن، تيمبورال هورن، وعندك السيربيلا باجزاء، وعندك السيسترنا ماجنا ورا، تمام كده. موضوع في غايه البساطه، بس انت بس تقسم دماغك وتمشي سيستماتيك زي ما اقول لك كده، الدنيا هتظبط معاك جدا يعني، هتظبط خالص. انت عارف توقف فين من الاخر، اي صوره تيجي قدامك انت عارف انت واقف فين، انت بتدور على ايه، ايه اللاند مارك بتاع كل صوره وهكذا، ماشي. برضه نفس الكلام، تن تن، نفس الكلام اللي قلناه في البريتم هو نفس الفولتم، بس باختلاف طبعا السلكيشن والجايليشن والبرانشات بتاعه السيلفيان فيشر بقت مور برانشنج، تمام. يبقى ده بريتم وده فولتم. شوف بقى العيل اللذيذ الاجنبي الجميل، شايفين اللقطه؟ هي دي الفكره. انت بقى عايزك بقى ان شاء الله ما يكون عندك جهاز في الحضانه بتاعتك، هات بقى الفيوهات دي واقعد اختبر نفسك كده. ده اول ليفل، ده تاني ليفل، ده تالت ليفل، رابع ليفل، الكلام هتبقى معاك حلو قوي. وكون حريص دايما تكون مسنتر صورتك، صورتك طالعه حلوه. لو جهازك حلو كمان مع ايدك هتطلع صور في منتهى الجمال. نحركها كده بالراحه، نتخيل كده الصوره ريال تايم اهيت. شايفين اللقطه؟ هي دي الكرويد بلكسس في بدايه ظهور البادي، كارباس كالوزا مترمسفيريك، تك تك تك، الكلام ده كله. ورا عندك السيريبيلم وفي سيسترنا ماجنار، خلاص دي لها مقاس برضو 10 مللي، لو زاد 10 مللي يبقى ميجا سيسترنا ماجنا. وبص على السيريبيلم موجود ايكوجينيك وحلو كده، يبقى كده نفينا الداندي ووكر. مش موجوده ولقيت وايت تراكت، يبقى كده بنتكلم في داندي ووكر بقى، والحوارات ان شاء الله نتكلم عنها في وقت تاني، ماشي. وعندك السلاماي، سلاماي، بازل جنجلي، بازل جنجلي، الكلام اللي قلناه من شويه بس في الريال تايم هسيبها لك برضو عشان تستمتع بالفيوهات الظريفه بتاع العيال الاجانب دي. عيال محترمه وهاديه كده، وسبحان الله يعني عندنا عيال ولاد بوبز.
شايف انت بتظبط ايدك وتكون بتتحرك مع حركه الولد، يعني برضو دي مهارات محتاجين نتعلمها دكاتره. العيال طبعا بتفرق فراقه يعني يعني عيال سواء اجانب او هنا، انت بتتحرك مع بتجاري حركه الولد، شايف الولد بيتحرك ازاي، انت ايدك معاه وعينك على الشاشه كده وهكذا. تمام كده، يبقى ده ايه؟ فرونتال. قول في سرك يلا. ها، فرونتال لوب، فرونتال لوب، فرونتال هورن، فرونتال هورن، سيرد سيرد، بادي بادي. تمام كده. طيب نخش على الليفل رقم 5 وهو الترايجون اوف ذا لاترال فينتريكل. ايه الترايجون ده؟ ان انا بشوف البادي بتاع اللاترال فينتريكل مفرود وجواه اكبر كميه من الكرويد بلكسس وشويه حاجات تانية موجوده هنشوفها يعني. تمام كده. طيب هو ده، دي فكره ده. طبعا بريترم 24 اسبوع، هي الفكره كلها انا عايز اجيب البادي بتاع اللاترال فينتريكل واكبر كميه من الكرويد بلكسس بيكون موجود. ده الكرويد بلكسس بتاعنا اهو، خلاص. ودي برضو لازم تعلمها عشان في مقاسات مهمه جدا جدا في الليفل ده. في حاجه اسمها هيمسفيريك ويتس، في حاجه اسمها اللاترال فينتريكل بادي ويتس، وحاجات تانية ظريفه كده. فالليفل فيو ده تجيبه بشكل سنترال كده، انت عندك انتر هيمسفيريك فيشر عمودي والدنيا جميله وظاهره وكل حاجه تمام، خلاص كده. طيب نكمل بقى بقيه الحاجات، ايه اللي موجود قدام؟ بقيه البرايتال. ايه اللي موجود ورا؟ بدا يظهر لك الاوكسيبيتال بقى. انا بقيت اطلع في ليفلات فوق، بدا يظهر الايه؟ الاوكسيبيتال لوب وهكذا. وعندك بقى كارباس كالوزم والحاجات اللي الظريفه اللي موجوده دي. ماشي، نرجعها تاني بالراحه كده. انتر مسفيريك فيشر البادي ده برايتال، وورا تحت الاوكسيبيتال، يعني البرايتال بيكون موجود لحد المنطقه دي كده. التلتين القداميين دول برايتال، والتلت الثاني بيكون الايه؟ بدايه الاوكسيبيتال. هي قسمها يعني ثلاث ارباع وربع يعني، او اسف تلتين وتلت. ماشي وهكذا. بص البين فشر عندك تمام، الدنيا تمام كل حاجه. نيجي لعيال فول تيرم. طبعا عيال فول تيرم هتبقى متعبه جدا، بس عامه زي ما بقول لك انت، هي الفكره كلها انت تجيب الفيو بشكل حلو، تطلع تشخص حلو وتطلع الدنيا تبقى جميله يعني. ايه اللي موجود دلوقتي؟ ادي البادي اهوت، وادي الكرويد بلكسس موجود. مهم جدا اشوف ميه في الليفل ده، انما لو ما لقيتش ميه خالص، لقيت كرويد بلكسس بس كده، ده ماركت برين اديم، ده حاجه فاتل جدا جدا على فكره. ماشي، فمهم جدا اشوف ميه في البادي بتاع اللاترال فينتريكل، خلاص. وعندك بقى يا باشا برايتر، وعندك ده ورا اوكسيبيتال، وبقيه الكارباس كالوزم والحاجات الظريفه دي. انا اهم حاجه اجيب الشكل ده بيكون بشكل ايه؟ سيمتريكال كده، رايت وليفت زي بعض، الانتر هيمسفيريك فيشر كويس في النص، اقدر اقيس كويس، اقدر اقيس الهيمسفيريك ويتس عشان اطلع الفنتريكولار ريشيو، اقيس اللتر فنتريكل بودي ويتس وهكذا. تمام كده، وبرده التريكات اللي قلنا عليها من شويه. طيب تعال نشوفها بقى تاني كده بالراحه. طبعا ده عيل بري تيرم وده عيل فول تيرم، نشوفها كده بتتجاب ازاي. ده بيكون تحدي على فكره، الليفل ده من اصعب الليفلات على فكره، خاصه لو العيال بتفرك يعني، لو العيال فراقه يعني. ماشي، ف طبعا ده الليفل بتاع الترايجون سيمتريكال وسنترلايزد بالشكل ده. تطلع بقى فوق وتحت، انت خلاص بقيت متمكن، الفيو بتاعك السنترال او انتر هيمسفيريك فيشر في النص، بتتحرك في الليفلات بتستمتع يعني. هنعمل مثلا مسابقه سريعه كده، هنقول مسابقه سريعه مسابقه سريعه. الليفل ده يا دكاتره، الليفل ده، الليفل ده، جاوب على الشباب بسرعه، الليفل ده بسرعه بسرعه، اسرع واحد، مين اسرع واحد؟ دكتور امين بتقول ثلاثة، أربعة، برافو برافو يا دكتور عبدو. هي مش ثلاثة يا دكتور، عشان احنا بدأنا زور السربيلا مورا والسيسترنا ماجنا والحاجات دي، خلاص كده؟ طيب نعمل مسابقة تاني. الليفل ده؟ مين أسرع واحد؟ مين أسرع واحد؟ سيرد، ممتاز دكتور أماني، ممتاز ممتاز، سيرد ممتاز جدا، تمام. مسابقة برضو سريعة كده. الليفل ده رقم كام؟ بسرعة، أسرع ليفل، أسرع ليفل، الليفل ده رقم كام؟ برافو دكتور عبده، عايش، ممتاز جدا، عايش. طيب الليفل ده رقم كام؟ الليفل ده رقم كام؟ خمسة، اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ الاسم، اسم بسرعة، مين أسرع واحد يكتب الاسم؟ أنا طبعًا لاغي المايكات، فهكتب بقى بسرعة، اختبر، ترايجون، عايش، ممتاز جدا دكتور أمين، ممتاز، رائع. شوف العيال الأجانب بقى الجميلة. شايف انت اللقطه والسهمين يكون سيمتريكال والدنيا جميله والكلام ده، تمام كده. طيب قربنا لخط النهايه كل ده في في الانتيرو فونتانيل في الكورونال، تمام. اتمنى ما يكونش حد زهق، بس وصلنا لليفل رقم 6 الاخير اللي هو البرايت اوكسيبيتال لوب، وده في غايه الاهميه بقى دكاتره، انتوا مش متخيلين
ان الطفل اللي ممكن يوصل لكم ماليشيا في الشكل ده وليفل قوي جدا جدا ان انت تطلع لكم ماليشيا، خاصه لما بتقارن بالبون اللي جنبك وهكذا. طبعا ده هيبقى كله يعني بيكون كله برين، يعني زي ما انت شايف كده ان الويف قطع كل البرين، ما فيش حاجه تانية يعني، واخد بالك؟ برايت اللوب قدام واوكسيبيتال اللوب ورا. البرايت اللوب حاجه اسمها برايت اوكسيبيتال فيشر اهوت، ماشي؟ عندك يا باشا البرايت اللي قدام والاوكسيبيتال ورا، ماشي؟ اسف، ده اللي هو البرايت اوكسيبيتال فيشر، اسف، هو ده. فعندك اوكسيبيتال ورا وعندك برايت كل ده قدام، ماشي؟ فانت عندك بيكون كله برين، كله برين تشو، خلاص كده؟ ادي انتر هيمسفيريك فيشر، برايت اللوب ورا بيكون الاوكسيبيتال لوب. مهم جدا بقى الليفل ده في غايه الاهميه، ليه بقى؟ ولازم تجيبه سيمتريك كده. هتبص على الايكوجينيست ده وقارنها دايما، خد عينه كده سامبل وخد عينه قارنها كده بالبون، لو لقيتهم شبه بعض او دي اكتر يبقى كده ليكم ماليشيا وش، ماشي؟ طبعا في الريال تايم هتبان اكتر طبعا، ده ان هي برايت اكتر من دي، فكده معناه ان لسه ما وصلناش لدرجه ليكم ماليشيا، فلازم تتعلم تجيب الفيو ده كويس زي ما بيجيب الفرونتال كويس، تمام كده؟ خش بقى يا باشا على الايه؟ الفول ماتيور بقى، يعني فول تيرم نيونيت، برايت لقدام وكسبت لور بس كده. ودايما بص على الحتت دي لان دي احيانا بيحصل وايت ماتر انجري، وهتلاقي الكوجيست زادت جدا جدا، بقت شبه السكال، ودي بنشوفها في العيال فول تيرم طبعا. يعني ما ينفعش اقول لكم ماليش في العيال فول تيرم يعني زي ما الجايد لاينز بتقول، بس نقدر نقول ماشي وايت ماتر انجري او كده يعني، او اسكيميك انجري، ماشي؟ اتفقنا؟ كويس قوي. يبقى ده ايه؟ برايتو اوكسيبيتال. ده الليفر رقم 6 اسمه ايه؟ برايتو اوكسيبيتال. شوف العالي اللذيذه الاجانب. برايتو اوكسيبيتال، برايتو اوكسيبيتال، برايت، بتجيب الترايجون وتحت الترايجون على طول بتشوف بيقابل كلورا ازاي؟ انت متخيل البروب بيقابل كلورا ازاي؟ كل ده عشان الويف يجي ورا. ليفل صعب جدا زي الفرونتال بالظبط. صعب جدا، بس انت عارف لو يعني لو الدنيا حلوه والفونتانيل واسعه والدنيا جميله هتبقى الوضع حلو قوي يعني. تمام يعني كده؟ طيب دلوقتي بقى انا عاوز ايه؟ هفتح المايكات، محتاج حد متطوع كده، محتاج حد متطوع. انا هفتح المايكات اهوت، هنعمل مسابقه سريعه كده، حد متطوع يرفع ايده ويخش معانا بس نتناقش يعني. ها، مين جاهز؟ مين جاهز؟ مين جاهز؟ حد يرفع ايده. دكتوره امل، ماشي دكتوره امل، ماشي تمام، هنبدا كده واحده واحده كده. دكتوره امل، ايه رايك في الطفل ده يا دكتوره امل؟ انا واقف فين الاول والوضع ده ايه؟ هو في رافعين ايديهم بس دكتوره امل. معلش يا دكتوره سمر، دكتوره امل بس رافعه ايديها الاول. بريتيرم فيو 1. تمام، اسمه ايه الفيو 1 ده يا دكتور؟ فرونتال. فرونتال لوب، صح كده؟ ايه؟ امال ايه ده؟ اسمه ايه؟ نعم؟ اسمه ايه ده؟ الانتسفيرس انتر هيمستيريك فيشر. نعم. يس. طب فاكره في فيسل هنا في الحته دي، فاكره اسمه ايه؟ يا فاكره دقيقه بس. اس اس اس. نعم؟ 3 اس. ايه؟ لحظه بس. سوبيريور. ساجيتال ساينس، تمام؟ سبيريا ساجيتال ساينس، يس. ممتاز يا دكتورة أمل، شكرا جزيلا، شكرا شكرا. دكتورة هبة، دكتورة هبة اتفضلي معانا. إيه رأيك في الفيو ده؟ ده طبعا طفل فول تيرم. أنا واقف فين دلوقتي؟ سوري. فرونتال هورنز ليفل 2. ممتاز، ده في الليفل. طيب إيه البوكس شيب ده؟ فاكرة اسمه إيه؟ كيفون سبتمبر. ممتاز، طب إيه اللي فوق على طول؟ إيه اللي فوق؟ The body of the lateral ventricles. البادي، ممتاز جدا. ايه المميز في البادي يا دكتور؟ الحته دي اسمها ايه؟ كورويد بلكسس. كورويد بلكسس اللي موجوده في البادي، صح كده؟ yes. وايه اللي موجود ورا ده؟ سيربيلم. طب ايه اللي موجود ورا؟ هيمسفيرا. ايه اللي موجود ورا؟ سيسترنا ماجنا. ممتاز، رائع جدا، تمام. الليفل ده اسمه ايه؟ the trigon of the lateral ventricles. هو رقم كام؟ كان 4 5 5 5 5. اللوب اللي ورا ده اسمه ايه؟ اوكسيبيتال لوب. ممتاز. واخر واحد ده اسمه ايه؟ برايتو اوكسيبيتال ليفل 6. ممتاز جدا، ممتاز، رائع جدا يا دكتور. تسلم. ده كرونال يعني زي ما احنا عارفين.
ماشيين ببطء والدنيا جميله وبالراحه اهوت عشان نتخيل بس كمثابه مراجعه يعني. نراجعها تاني برضو بسرعه كده. او شايفين مثلا شايفين الوايت ماتر ده كده هنجيبها تاني بالراحه. ادي فرونتال لوب فرونتال هورن بدا يظهر السيرد بدا البادي يظهر والسيربيلم تحت الترايجون هيبدا يظهر يمين وشمال بدا البرايتو اوكسيبيتال. لو تلاحظوا ان فعلا الايكوجينيست هنا زياده ممكن تشك لو الدوبلر فيه مشكله اشك بقى ان ده ليكم ماليشيا او كده يعني.